شوف ايه ده كده يا دكتور، اقرا اللي مكتوب شوف فيه ايه. ده تنازل وبيع. مين اتنازل وباع لمين؟ جدي عمران المنشاوي باع لبابا رحايم عمران المنشاوي. باع له ايه؟ نص ما يملك. والدك خد كل الملك. انا قلت لك قبل كده ان احنا هنتقابل بعدين وهشرح لك كل حاجه عقبال ما ادور على صوره التنازل واديه لك. انت فاكر التنازل ده يا زين؟ فاكر. ورحيم في الاول مرضيش يقبله. والدي مرضيش؟ يعني كان عايز ياخد اكتر من نص؟ لا، ما كانش عايز ياخد حاجه خالص. شاف انه من العيب والظلم ان هو لوحده ياخد نص الملك وكل اخواته ياخدوا النص التاني. بعدين خد كل حاجه وشاف انه لا عيب ولا ظلم. انا الحقيقه مش فاهم. تقريبا مش فاهم. طب انا هقول لك على حاجه تانية هتستغرب لها. عارف انا صورت التنازل واحتفظت بصوره منه ليه؟ انا قلت لك الموضوع ده قبل كده يا زين، مش كده؟ فاكر انك قلت لي صورته علشان احفظ لوالدك حقه في نص الملك اللي كتبه له جدك. قلت هو رافض ياخد التنازل دلوقتي، لكن ممكن قوي التنازل ده يضيع ويجي يوم من الايام وحد فينا يطمع ويقول لا ما كتبلوش حاجه. ساعتها اقول له لا كتب وادي العقد، ضمان قانوني يعني. للاسف محدش فينا طمع. ابوك هو اللي طمع، حرمنا من كل حاجه. بس في حاجه مهمه لازم الدكتور يعرفها عشان ما يبقاش الكلام زي ولا تقربوا الصلاه. والدك يا ابني كان بيعاقبنا او زعل مننا لما خلفناه. بس ده مش مبرر ابدا انه يحرمنا من كل حاجه. لا طبعا مش مبرر. ممكن اعرف خلفته بابا في ايه؟ قول له يا زين. يا ابني كانت عامله صغيره كده الحقيقه، يعني الشيطان كان شاطر ساعتها اشطر من والدك. هو كان عاوز يتجوز يعني واحده مش مناسبه واحنا خوفنا عليه. قلت له لا؟ قلنا له خاف علينا وخاف على نفسك وخاف على اولادك. عملته عندي فينا. دي حقيقة الموقف اللي بيننا وبين والدك يا دكتور سامي. طيب ممكن اخد الصورة دي؟ طبعا اوي اوي خدها. ما هو انا ضامن دلوقتي ان محدش فينا هيطمع لانه خد كل حاجة. وبعدين انا معايا صورة تانية منها، ما انت عارف عادة رجال القانون. اسمع يا دكتور، انا يا ابني مش عايز الحكاية دي تخليك تاخد موقف من والدك. عمك بيشرح لك الحكاية وبس. يلا بينا بقى يا بطل عشان نلحق بنت عمتك قبل ما تنام في وسط التراب اللي بقاله كام سنة.